بعد نجاح الموسم الأول من عباقرة الجامعات على القاهرة والناس، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القرعة العلنية لمنافسات الموسم الثاني من البرنامج بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي والإعلامي عصام يوسف مقدم البرنامج، مؤكدا على أن عباقرة الجامعات في نسخته الثانية يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المواهب ورفع مستواها وقدراتها الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع وإيجاد آلية جديدة للتواصل الإيجابي بين الطلبة، مشيدا بفكرة البرنامج وبدعم البنك الأهلي ومجلس إدارته لخدمة نشأ وشباب مصر، موجها بإقامة برنامج عباقرة مراكز الشباب. الفكرة كانت شايفينها أنها فكرة ممتازة تساعد على نشر ومشاركة الشباب، بالذات شباب المدارس وشباب الجامعات، نمرة واحد. نمرة اتنين، ان احنا ما كانش الهدف فقط ان احنا ندي مكافآت لحد من هي كسب في المسابقة وخلاص، لا، الهدف هو ان احنا ننمي التعليم، نزود التعليم، نرعى التعليم، بحيث ان احنا قدرنا خلال الفترة اللي فاتت ان احنا الفلوس اللي بتطلع من هذا البرنامج ان احنا نوجهها لتنمية المدارس من البداية للنهاية. المدارس بيعاد تشكيلها بالكامل، بيعاد تأهيلها، بيعاد تأهيل الملاعب، تأهيل الحمامات، تأهيل المبنى نفسه، تأهيل المعلمين. فبالعكس عشان الطلبة هو رايح المدرسة بتاعته يبقى حابب يروح فيها ويقدر يتعلم فيها بشكل جيد.